نحن نتعمق اليوم في فحص شامل لساعة هواوي واتش ألتيميت الذكية. يعمل هذا الجهاز التكنولوجي الرائع مع أنظمة iOS وأندرويد، مما يوفر مرونة لمجموعة واسعة من المستخدمين. بفضل مواده المتطورة ووظائفه المتطورة، تهدف ساعة هواوي واتش ألتيميت إلى أن تكون رفيقاً قوياً للأنشطة اليومية والمغامرات القصوى على حد سواء. تم بناء ساعة هواوي واتش ألتيميت باستخدام المعدن السائل القائم على الزركونيوم والمعروف بمتانته وطول عمره. تحتوي هذه الساعة على إطار من السيراميك بتكنولوجيا النانو ووجه ساعة من الياقوت، مما يوفر مقاومة كبيرة للخدوش. تضمن شاشة LTPO AMOLED بحجم 1.5 بوصة أن تكون الشاشة زاهية وواضحة ودائمة. تأتي الساعة بلون أزرق عميق أنيق، مصحوبة بحزام غطس أزرق رحلات وحزام من التيتانيوم لمزيد من التنوع. تفتخر ساعة هواوي واتش ألتيميت بتفاصيل تقنية رائعة تبلغ أبعادها 48.5 في 48.5 في 13 مليمترا، تزن 76 جراما. تشمل مكوناتها واجهة أمامية من الكريستال الياقوتي وإطار من السيراميك، وواجهة أمامية من الزركونيوم وظهر من السيراميك. تتميز بشاشة بحجم 1.5 بوصة بدقة 466 في 466 بكسل. تحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليبو بسعة 530 مللي أمبير في الساعة. تقدم مقاومة للماء تصل إلى 100 متر، 10 ATM، ولها تصنيف IP68. تعمل بنظام هارموني OS 3.0 وتتوافق مع أجهزة أندرويد وiOS. تدعم الاتصال عبر البلوتوث. تشمل المستشعرات للحركة والجيروسكوبية ومعدل ضربات القلب والضغط الجوي والاتجاه ومستويات الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم. تشغيل ساعة هواوي واتش ألتيميت بسيط. بعد التفريغ قم بشحن الساعة بالكامل، والذي يستغرق حوالي 60 دقيقة باستخدام الشحن اللاسلكي السريع. بمجرد الشحن قم بتوصيل الساعة بهاتفك الذكي باستخدام تطبيق هواوي هيلث. هذا التطبيق متاح لكل من منصات iOS وأندرويد. اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية الإعداد. خصص وجه ساعتك وابدأ في استكشاف الأوضاع والميزات المختلفة المتاحة. للأنشطة الغوص، تأكد من التعرف على الأوضاع المختلفة للغوص والميزات الأمنية المقدمة. للأنشطة الخارجية، استخدم وضع الاستكشاف لتحديد المواقع بدقة وتتبعها. دعونا نتحدث عن مزايا ساعة هواوي واتش ألتيميت. يوفر بناؤها باستخدام المعدن السائل القائم على الزركونيوم ووجه الساعة من الياقوت متانة ممتازة ومقاومة للخدوش. تدعم الساعة أوضاع غوص متنوعة، ويمكنها تحمل ضغط الماء حتى 100 متر، مما يجعلها مناسبة لعشاق الغوص. يضمن وضع الاستكشاف بتكنولوجيا GNSS بنظام الخمس فرق والنطاق المزدوج، تتبعاً دقيقاً للموقع للأنشطة الخارجية. مع عمر بطارية يصل إلى 14 يوماً في الاستخدام العادي وإمكانية الشحن اللاسلكي السريع، فإن الساعة موثوقة للرحلات الطويلة. تقدم مراقبة صحية شاملة، بما في ذلك تتبع مستمر لمعدل ضربات القلب وقياسات مستوى الأكسجين في الدم وإشعارات صحية في الوقت الفعلي. تعمل الساعة بسلاسة مع أجهزة iOS وأندرويد، ومع ذلك هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها. قد يجد مستخدمو آيفون بعض ميزات التطبيق مقيدة، مثل توفر وجوه إضافية للساعة. لاحظ بعض المستخدمين أن حزام التيتانيوم لا يسمح بالتعديلات الدقيقة، مما قد يؤثر على الراحة. للتلخيص، فإن ساعة هواوي واتش ألتيميت هي ساعة ذكية عالية الأداء مصممة للمغامرين ومحبي اللياقة البدنية. بنيتها القوية وميزاتها المتقدمة تجعلها رفيقاً موثوقاً للاستخدام اليومي والبيئات الصعبة. على الرغم من بعض القيود، مثل تقييد ميزات التطبيق لمستخدمي آيفون والمشكلات المحتملة في التعديل، إلا أن الأداء العام والمتانة للساعة جديران بالملاحظة. سواء كنت تستكشف أعماق المحيط أو تتسلق قمم الجبال، فإن ساعة هواوي واتش ألتيميت مصممة لدعمك. نأمل أن تساعدك هذه المراجعة في اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا المنتج. شكراً لمشاهدة هذه المراجعة. إذا وجدت هذه المعلومات مفيدة، يرجى الإعجاب والاشتراك لمزيد من المراجعات. هل جربت هذا المنتج؟ شارك تجربتك في التعليقات أدناه،
إذا كنت تفكر في شراء واحدة، تحقق من روابط الأفلييت في ملفنا الشخصي أو السيرة الذاتية أو التسمية التوضيحية أو التعليق لمزيد من التفاصيل. قد يكسبنا ذلك عمولة صغيرة. نتمنى لك يوما سعيدا.